وهند، يا هند خلي الأهل يشوفوا حفيدهم حتى لو حصل المنازعات دي ما بينكم، زواجك عقد الزواج سليم، لأن من بيده عقدة النكاح هو الرجل، فهو تزوجك حتى بدون موافقة منهم. يعني الموضوعات دي أنا ليا فيها مثلا رأي معين اجتماعيا لتنظيم الحياة، لكن من جهة شرعية أنت زواجك سليم، هم بادروا بالسوء، إحنا نبادر بالحسنى، وإحنا في أيام مفترجة للصحة النفسية لابنك.